السلام عليكم يا اخوان، مرحبا بكم ثاني في فيديو جديد. محلكم محل اسباس زيبا. اليوم قلنا لكم ثلاثه ديال الشومه الاخوان، 75 فوت و 65 فوت. بزاف ديال الناس كيسولوا عليها. بالنسبه 75 فوركا كيولي ديال الاخوان، شي حاجه ناضيه اللهم بارك. عندك فيلا، عندك قهوه، عندك صالون كبير، ما تفرج وانت مرتاح. كاس العالم راه جاي، فرج احسن فرجه. قرب اخويا مصطفى. التلفازة ديالنا 4K كيولود، يا نتفليكس، يوتيوب، بريم فيديو، جوجل اسيستون، تيليكوموند ماجيكا هي التيليكوموند ديالها. ملي كنهضر معاها داكشي اللي بغيتي كتلاقيه في اليوتيوب. التلفازة ناضي اللهم بارك، دور بي فيزيون، أي حاجة. وعندنا 65 4K، تا هي نتفليكس، يوتيوب، كروم كاست، فيها اندرويد ديسا الاخوان. بالنسبه ل 75 فيها الاندرويد ال 11 زائد كادوات الاخوان، احسن كادوات اللي غنديرو معاها واحسن ثمن اللي غتسمعو. قرب اخويا مصطفى نوريهم التلفازه ديالنا 75 فوس. هاتو من روم التلفازه ديالنا، وريهم كما كتشوفو الاخوان التلفازه ديالنا، وريهم الميكروفون. كاين واحد هاد الجهه، واحد هاد الجهه الاخوان. الصوت فيها ناضي اللهم بارك. تلفازة رقيقة بأحسن ثمن وأحسن كادو. راه فيها الثمن الجديد الإخوان، الثمن الجديد راه كانت واحد المدة ثمن طلع شوية، دابا راه أحسن ثمن زائد كادو. قول الثمن أخويا مصطفى ولا؟ مرحبا، تفضل. كادو هو اللوين، كادو عندك. بالنسبة للإخوان الكادو الأول عبارة عن ريبيتور، بالنسبة للناس اللي عندهم الفيبر، عندك شي بلاصة ما وصلهاش الواي فاي، وأنت مثلا واحد البيت وواحد البيت آخر ما وصلوش الواي فاي، راه غير كيوصلوك الواي فاي الإخوان، كتكونيكتا، هذا كيهدر الواي فاي. والكادو الثاني اللي هو سيفورا، سيفورا موبيل الإخوان، شي حاجة ناضية اللهم بارك، سيفورا اللي كدور. والكادو الثالث اللي هو باور بانك ديال شاومي 20000 ملي أمبير 18 واط. فهي كيشارج لك فاست الاخوان، احسن ثمن. بالنسبة للثمن الاخوان وكذلك التلفازة ديال 65 بحال بحال نفس الكادوات، تا هو السيبورا بلوتوث عندنا باور بانك. بالنسبة للثمن الاخوان 65 فوت الكابل اس كتبقى 7500 درهم زائد 3 الكادوات، 7500 زائد 3 الكادوات. و 75 فوت كتبقى ب 14500 درهم، 14500 درهم زائد 3 كادوات. بالنسبه للكادوات القيمه ديالهم كتفوت 600 درهم، 600 درهم غراتو من عند اسباس ديفا كادو الاخوان. المهم بالنسبه للناس اللي كيسولوا على المحل، راه كيتواجد كادو الاخوان حدا خيريه حي الزريعه معروف. السلام عليكم.